مساكم الله بالخير واحلى تحيه حق مشاهدي تلفزيون الراي وبرنامج رايكم شباب حلقه جديده من حلقات هذا البرنامج الشباب اللي يتواصل معاكم يوميا من الساعه 6 للساعه 7 بفقرات عديده وكثيره راح يكون معنا اليوم فرح وناسه واشياء كثيره استمتعوا معنا مساء الله بالخير شيخه مساء الخير صالح ومساء الخير ومساء الورد مساء كل شيء حلو عليكم مشاهدي شاشة الراي في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب مثل ما احنا متعودين ومثل ما قال صالح كل يوم من ليه سبع باحلى مواضيع واحلى فقرات نعم نبدا سريعا في نعم. استعراض الفقرات شيخه وان شاء الله الناس يستمتعون معنا اليوم من خلال ما راح نقدمه راح يكون معنا شاب ما شاء الله عليه عمره بس 17 سنه لكن قدر انه هو يكشف عن نفسه وعن مواهبه راح نتكلم معاه ونتعرف على هوايته الراب وليش اختار هذا النوع من الفنون او ليش اختار هذه الموسيقى على وجه التحديد نعم صالح والتوب فايف المقدم من الشركة الكويتية الوطنية سينسكوب وما هي الأفلام التي احتلت المراتب الخمسة الأولى وما هو الفيلم الذي احتل, التي احتل التوب ون هذا راح تكون ثاني فقراتنا اليوم نعم هو الاسبوع اللي طاف كانت مم. جينيفر لوبس وفيلمها باركر هو اللي كان احتل المرتبه الاولى نعم خلينا نشوف موجود في التوب ون ولا أتوقع. تراجع انا اتوقع خلينا في اخر الحلقه ان شاء الله راح نعرف شنو هي الافلام الخمسه اللي احتلت المراتب الخمسه الاولى ايضا تعودنا في كل يوم ثلاثه انه يكون معنا نجم بحلقه يوم الثلاثاء اليوم ضيفنا من اهم مذيعين الخليج ومن دوله الامارات العربيه المتحده سعيد المع هو نجم حلقتنا لليوم في رايكم شباب نعم صالح واللي حاب يتواصل معنا ويناقشنا باي موضوع اليوم يتواصل معنا يرسل حرف البي بالباء بالعربي او البي بالانجليزي صحيح. على الارقام الظاهره على الشاشه او على الفيسبوك دوت كوم سلاش رايكم او لتويتر ات رايكم اس او ايميل البرنامج شباب ات الراي دوت تي فيي. صحيح تواصلوا معنا وكل هذا موجود قدامكم على اسفل الشاشه أنا في البدايه ايضا احب اهن الفنانه شابه ابرار سبت اليوم عيد ميلادها كل عام ويوم خير. فنقول لك كل عام وانت بالف خير وهبيرثدي وعيد ميلاد سعيد احنا دائما شي رايكم شباب نسلم على الفنانين اعياد ميلاد تبي تعيد ميلادك؟ 8/6 اي لا له بعد ترى عيد ميلاد صالح يوم السبت الجاي إيه. فكل عام بخير <applause> كل عام <عمتو> بخير طبعا <applause> <وكتبخير> صحه <applause> وسلامه نبدا الحين مع ضيفنا الكريم طبعا مثل ما عرفنا هو انسي فرج حب الراب وحب انه هو يعبر عن نفسه من خلال الراب فويلكم رايكم شباب فرج يا هلا والله هلا وغلا احنا جدا سعداء ان حضرتك موجود معانا اليوم وعندنا وايد اسئله نعم. راح نسالها ان شاء الله انا وشيخه نعم حياك الله فرج معانا اليوم نعم. فرج ما شنو اللي خلاك تختار الراب والله انا صاحبي حسين نعم هو اللي دخلنا هالمجال يعني قال لي تعال م. يعني دش انت شوف شنو الموضوع اللي اي شيء موضوع تشوفه تبي نعم. تغني نعم. اي شيء بخاطرك انت غنى نعم فبدايتي انا يعني بدايتي ما كانت يعني سهله وايد يعني او شيء صعبه بعدين تدريج لين ما وصلت الحين الحمد لله واصدرت الله. اول اغنيه خاصه فيك صح؟ اللي إيه. هي شو اسمها؟ أتف... فقدت الامل فقدت الامل، نعم طبعا من خلال الراب هو دائما يتم طرح قضايا اجتماعيه ساعتكم ممكن عاطفيه تعبرون فيها عن نفسكم او حتى عن المجتمع بطريقة سريعة وبروح شبابية وهو أكيد هذا الفن مشهور في أمريكا منذ مئات السنين وبدأوا شباب الوطن العربي يستخدمون هذا الفن ويقدمون نفسهم من خلاله واستخدام الكلمات باللغة العربية ولكن بطريقة سريعة جدا شنو الصفات اللي لازم تتوافر فري بأي شاب أو شابة حاب أنه يغني راب يصير رابر يعني مو شرط يعني عادي اي واحد يعني نسمه موهبه يعني تقدر تقول يعني يعني الحين انا اذا بصير راب عادي بصير اقدر؟ اي يعني عادي انا حاب... جربت تغني مره؟ لا فما يصير جرب فشوف يمكن تنجح ما تمشي معي يمكن تمشي معك <تصفح> نعم فرج فرج ما فكرت انك تدش برامج نفس ارب جات تالنت وغيره انك يعني انه تنشهر فيها ولا لا؟ لا والله كلش ما فكرت؟ كلش يعني فرضا حتى لو فكر يعني حتى لو فكرت ودشيت يعني احنا اساسا بالراب الكويتي ما في دعم نعم <تصفح> يعني كشركة إنتاج وكذي ما في دعم كلش مم. إحنا نسنت مع مكان ونغني إحنا في كله مع بعض يعني ننزل الأغاني كلها متديات يعني إحنا فرضا على الهواء كذي أول مم. مرة أنا أطلع فوضع فالوضع عادي يعني. نعم شنو القضايا اللي حاب أن أنت تطرحها من خلال الراب مشاكل او قضايا موجوده في المجتمع الكويتي شيء انت متضايق منه لان بالنهايه من خلال الراب انت توصل رساله صح عدل, عدل فشنو الرساله اللي حاب ان انت توصلها من خلال الراب فرضا صار اذا عن حياتي الشخصيه انا انت تحب تتكلم عن حياتك الشخصيه؟ اي يعني بس مو وايد يعني وايد مشاكل تصير يعني بالديره امم اغني عنها وكذي نعم، إذاً اغنيتك هذه فقدت الامل أه تتكلم عن شنو؟ شنو القضيه اللي انت مناقشها من خلال هذه الاغنيه؟ الاغنيه هذه الله يسلمك أه ان انا مو شايف لا امي ولا ابوي امم فيعني عرفت قاعد مع اخواني مم. وبس يعني بس موضوع شوي مضايقني يعني وحبيت اغني عليه وترجمته من خلال فقدت الامل أيه؟ ان شاء الله ما تفقد الامل لان إن شاء بالنهايه الحياه يعني فرصه كبيره والله اعطانا هذه الحياه على اساس ان احنا يكون عندنا دائما تذكره تسمى بتذكره الامل لكي لا نيأس لان لا يأس مع الحياه ولا حياته مع الياس إن شاء الله دائما يكون املنا كبير فالله اول شيء سبحانه وتعالى وبعدين نعتمد على نفسنا ان شاء الله, الله. فرج مو حاب تسمعنا شيء من كلماتك شيء تسمعنا شيء بسيط ما في مشكله سمع سمع يلا. يلا سمعنا يلا سمعنا. سمعنا احنا جاهزين اي شيء تبي ما في مشكله يلا يلا, يلا. ناطرينك م... بقول كلام محبوس فيني من سنين فرج قبل يفرق عن فرج الحين بس هذا كافي يا ناس بس فرج قام يصير عديم احساس بس واحد ورا الثاني ورا الثالث ما حد عارف من اخوه من عشيره شنو من دنيا متى ارحل وفتك اذيه كثره المعارف خربتني وطيحتني وهم خلتني ما اثق بناس وما اثق بنفسي. سلامتك صح لسانك صح لسانك <applause> آه انت هذا الكلام من كلامك و إيه انت اللي كاتبه يعني هذه إيه. هي فقدت الامل؟ لا هذه اغنيه ثانيه؟ شنو هي شو اسمها؟ اسمها عشنا وشفنا عشنا وشفنا نه. شيء جميل فرج تعتقد ان الشباب يعني الكويتيين والخليج العربي ككل يعني ان يميل حق هذه الاغاني يعني ليش ما قاموا يميلون حق الراب اكثر ليش يميلون على الاغاني العاديه يعني ما في اهتمام حق الراب فليش شنو بوجهه نظرك ليش هالشيء انه ما في اهتمام اول شيء هني كل ما هب ودب حب يغني راب عبارة راب بس كلام عادي كلام يعني كلام بذيء نعم فيغني وسب صحيح صح فهم يسمعون في عبارة ان الراب كذي صحيح كله سب ما في شيء زين نعم قليل ناس يغنون اغاني هاتفه يعني وهذا إيه. مفهوم خاطئ طبعا لان دائما فن الراب هو اصلا اصلا راي عربي يعني وصار عليه جدل في انه اذا هو كان اصلا عربي بحت من فن الراي ام انه هو راب من امريكا تحديدا بس هو دائما مرتبط بالعنف وفي العصابات وهذا كلام خطا طبعا فان انت كشباب قاعد توصل رسائل معينه من خلال فن الراب زين انت لوين تبي توصل من خلال هذا الفن انا ان شاء الله اتمنى يعني اتمنى يعني تكون في دعم وشركات انتاج يعني حق الرابر يعني زين انا ترى في غير يعني من بين 500 في 400 واحد ثاني يعني 400 شخص احسن مني صحيح يعني وايد يعني كلامهم كلام وايد زين أداء وايد زين يعني ما بس ما في شركة إنتاج ولا دعم ولا شيء. نعم. وأنا أتمنى يعني يحلون هالمشكلة ويساعدون الراب الكويتي يصعد لفوق إن شاء الله. إن شاء الله. نعم فرج فرج ما ما فكرت إن أنت تنزل ألبوم؟ يعني تسوي شيء ألبوم؟ لا والله نزلة. كلش. ليش؟ ليش؟ والله أنا أنزل أغاني يعني عادية بس بدون ألبوم يعني. يعني اغاني سينجل قصدك أيه. دائما بين فتره وفتره تنزل اغنيه مو مفكر ان انت تنزل البوم خاص فيك؟ فكرت مره مم. بس قلت يعني تو الناس تو الناس للحين ما ان الاوان في ان انت تنزل البوم لان عمرك 17 سنه بس ان شاء الله بالنهايه انت عارف شنو اللي تبي تسويه وعارف شنو اللي انت تبي توصل له، فان شاء الله الله يوفقك في كل خطواتك الجايه، منو قدوتك؟ منو تتابع من الرابرز في العالم في الوطن العربي في فنانين معينين تحب ان انت تسمع لهم وتشوفهم؟ تبي برا ولا بالكويت؟ كيفك بالكويت برا ميدل ايست ايست ويست از يو لايك انا بالكويت انا عندي استاذ طبعا بالراب اللي هو؟ اللي هو عبد الله طارق سكول نعم يعني هو اللي و ساعدني. تحيه اكيد امسي كول اي طبعا اوكي وانت كول بعد نفس اخوي كمل. العود هو نعم هو اللي ساعدني بهالمجال وساعدني بشيء يعني باشياء وايد امم في يعني في اشياء ما افهمها هو يعني تقريبا فوق الخمس سنين يعني بالراب امم ففاهم اكثر مني صحيح فيعلمني اشياء يعني انا ما اعرفها ايه وفي من برا يعني تقدر تقول امنم اوكي كحركات وكذي اسمع منم صحيح وفي بعد عندنا بالسعوديه قصي قصي انا اعتقد انه هو من اشهر الرا... 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 الرابرز في ال... في الخليج والوطن العربي اي عدل فرج انا بسالك سؤال ليش كل من يغني الراب لازم يكون له نك نيم؟ يعني لازم يحط له نك نيم ما يطلع باسمه هو الحقيقي لازم نك نيم ليش؟ والله هو النك تقريبا النك يعني مو اي نك يعني فرضا تشيره ويكون لك انت لازم يكون يعني نك فاضل يعني الحين انا نكي امسي بدايه امسي امسي شلون يعني امسي يعني رابر بس مختص باكثر من مجال يعني امسي تعتبر عني رابر اغني اشياء هادفه وواقعيه عني انا عن هذه الشخصيه هاي معناته كلمه امسي يعني في وايد اشياء يعني ولازم يعني كل واحد يختار لنك يكون له احسن يعني نعم يعني هو امسي معناته مايك كوندكتور اللي هو الميكروفون او المايك دائما اللي انت تستخدمونه ويكون وايد قريب منكم اثناء قيامكم بعمليه الغناء اذا سمعنا شيء في ختام اللقاء ما فيش كلام تمون فقدت الامل يلا ناطرين <applause> يلا هذا انا اللي ما شفت امي ولا شفت ابوي هذا انا اللي ما شفت اختي ولا شفت اخوي يسالوني عندك اهل ارد عليهم مع الضحكة طبعا اهل ما عرفت شنو معنى اهل امل ما عندي امل بس عندي قلب مكسور ومجروح ومغموت ومخنوق وعندي عين قادره ما تشوف ام وابو وعندي كفين اضمهم مع بعض وارفعهم حق ربي وادعي والدمع على خدي واقول افرج هيا الفراج ترى مشتاق حدي حياتي من دونك يا يبا فرج مو ماشي سيده حياتي من دونك يا يمه مغموت وحاسب ضيقه أبي, أشوفت ابي اشوفك ابي اشوفك ابي المك ابي المك ابي اشكيلك ابي اشكيلك لو ما عندي احساس انفرج مو قاعد يغنيلك لك يعطيك العافيه كل الشكر عافيك. لك فرج مشكور يعطيك العافيه شيء وايد جميل الصراحه شكرا جزيلا ما قصرت حبيبي عافي. ان اليوم شرفنا وانت موهبه شابه ان شاء الله تلقى طريقك اللي انت حاب انك تكمل فيه عن طريق الراب او عن طريق اي نوع من انواع الفنون في كلمه اخيره حاب تقولها في شيء حاب تقوله؟ اي أيوة والله تفضل انا صراحه حاب اشكر يعني كل من ساعدني بهالمجال نعم وطبعا الشباب الحين ما يقصرون يعني فرج ارفع راس الكويتي يعني سويت يعني شيء يعني تقول انجاز ان شاء الله ان شاء الله تكمل في مسيره الانجازات ثانك يو سو ماتش على وجودك معنا اليوم من خلال الراي وبرنامج رايكم شباب الاعلامي الاماراتي سعيد المعمري راح يكون معنا بعد الفاصل باك تستديو الاستكمال فقرات برنامج رايكم شباب بالحلقة الفنية حلقة يوم الثلاثة اللي احنا كمذيعين شباب حتى انا وشيخة جدا مستمتعين في التواصل معاكم والحين راح نكشف لكم سر من اسرار ضيفنا لليوم اللي هو اول سبب أنا ليش لابس اماراتي لان ضيفنا من دوله الامارات العربيه المتحده فطورنا عندكم حظك سعيد وستار صغار والكثير من البرامج اللي قدمها ضيفنا الكريم لليوم ما يغيب عنا صوت الامارات هو من عيال زايد رحمه الله عليه وندري انه يحب ويعشق الكويت من اقوى واشهر مذيعين الامارات الاعلامي والشاعر سعيد المعمري حياك الله معنا يا سعيد اهلا وسهلا حياكم الله هلا وغلا سعيد سعيد انا حابه اول شيء ابلش معك ابي سبب زيارتك للكويت شنو هي؟ أه اول شيء انا احب الكويت ايه اما اذا مانعيني ما, ما بي خلاص لا الكويت تحبك <applause> آه اوكي ايه؟ آه شوف آه بصراحه انا اول زياره كانت لي آه ما الناس خاص في الكويت يعرفون قصتي يعني انا يوم جيت الكويت حق مهرجان هلا فبراير آه فجيت قدمت هني والناس كانوا وايد مبسوطين ف بعدها صار عاد لي اصدقاء وايد أبي ما بي بي كل مره اقول الشهر اللي بعده الشهر فاستمر الموضوع اللي صار معي انه في عندنا مسرحيه طبعا في مهرجان الطفل العربي العربي الاول طبعا محتضنتنا الكويت نعم اللي صار في عندنا مسرحيه اماراتيه اللي هي مريم والسنافر صدفة شاء ان معظم الشباب اللي يمثلون فيها شباب مذي... يعني ممثلين اداد ما شاء الله عليهم بس هم ربعي صحيح فما اني رحت كاس الخليج <applause> ايه هذه شخدوني <applause> مبروك طبعا الله <applause> يبارك يعني يعني باركنا وايد احنا طبعا إيه؟ رحت كاس الخليج من... وايد نعرف من صارت اني رحت كاس الخليج عشان ادعم المنتخب وكذي والشباب كانوا هناك قعدت طول فتره كاس الخليج نعم و... فالناس وايد تكلموا عنها شويه في في المواقع التواصل الاجتماعي إيه؟ قالوا طيب يعني شو الكرة احسن منه أنا إيه؟ ربعك قلت خلاص. طبعا دعم مني لهم خلاص فهي طبعا عشان دعم لهم بالاضافه ان صار لي فتره ما جيت الكويت وصراحه انا اقول لك يا اللي الكويت لازم مره لازم اياها مره ثانيه وثالثه ورابعه. الله يسلمك هو في النهايه ماكو فرق بين الكويت والامارات أكيد. كلنا خليج واحد وخليجنا واحد ودم واحد وهذا مكسب بالنسبه لنا وجودك معنا هنا. الله يطول حبيبي سعيد طبعا سعيد هو اللي مضبط لي اليوم كاشخ ها؟ الغتره ايه هو مضبطني. <applause> شغل عدل سعيد ما قصرت ان شاء الله حاضرين إيه. انت يمكن تعرف انك تلبس الغتره الكويتيه يعني على الطريقه إيه الكويتيه لا أضبط انا كي... اضبط لك اضبط لك اياها خلاص يعني انت اوكي اوكي إيه بس راح تتورط اضبط لك اياها مره زين شوف <applause> شنو سر حبك للكويت طبعا هذا شرف لنا اكيد يعني وكل من يحب <applause> الكويت اكيد <تحب> الكويت> ينحط على الراس بص... منو ما يحب الكويت؟ اي بس انا ادري ان الوالد كان في الكويت فبعرف آه، السالفه اه القصه اي اوكي قصة الوالد الوالد هو عمره يمكن 13 سنة طبعا ما الكويت كانت يعني هي الاكثر تطورا وحضارة وفيها العمل كيان الدولة بدا فيها من اقدم من الدول من الدول الخليجية الثانية. الوالد سافر الكويت عشان من هو صغير عشان يشتغل فطبعا قعد سنة واحدة في الكويت ورجع فسافر شاف المسافة اللي قطعها باللنش من من من, من الكويت لين دبي كان ينزل فيها لو كان لنش هناك كان يسمونها الساحل إيه؟ فيوم لين الساحل ينزل كان مسافه وايد كبيره يقعد فيها شهرين في اللنش فشاف انه يقطع رزقه شهرين وهذا رزق اخوانه كان فقعد فيطرش الفلوس مع الناس اللي رايحين فقعد إيه؟ عقبه 13 سنه متواصله هني لدرجه ان الوالد لسانه نعوه اللوك ماله صار لوك كويتي صحيح حتى نسفه الغتر صار فتره طويله حتى يعني نام قاعد فتره ما يلبس الكندي العربيه اللي لبسها نحن يلبس كله كويتي ما كان يعرف يلبس صحيح لما رجع هناك عاد صار شاب كان هو رايح طفل صغير ورد هناك شاب هو هو لسان نعوه يعني انه قام يتحكى يتحكى اي مو انه لا 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 أي. انا إيه. على اللهجه الكويتيه اكثر من لهجتنا اي ف يعني حتى اذكر من صغير كنت وايد اسمع كلمه يا معود ايه <applause> في بيتنا اوكي فكنت اتوقع كلمه بيوري <applause> مرات شوي كبرت فهمت إيه كويت الموضوع كويتيه هذه يا معود اوكي فبعد فتره طبعا هو لما رجع هناك في ضهر السنه رجع بسبب ان الوالد طبعا يدي الله يرحمه كان تعبان شوي فطرنا يرجع هناك طبعا هم زخوه زوجوه إيه؟ يهوى الولد الثاني توهق الرجال ما عرف يرد لك اي ولد فيهم انا طال عمرك أول الخامس لا الله يخليكم حق بعض ان شاء الله حق بعض سعيد تحب انه يقولوا لك شاعر قبل اعلامي ولا اعلامي قبل الشاعر؟ شوفي بصراحه هم شغلتين في الدنيا انا وايد حسسوني اني انا يعني استانس فيهم مرتاح فيهم وانبسط فيهم الشعر واليولا اليولا اللي هي اللي هي الرقصه, هي الرقصة التراثيه مالتنا الفن التراثي اللي هو اليولا فاهم هذه الشغلتين اللي انا احس احس فيهم مثل يعني اني الشخص بصير شخص عادي وانا استانس فيه محس يمكن هذا اكثر شيء انا احبه اني اسويهم. أه كوني شاعر من عشر سنين اكتب شعر وشعري كان مثل ما يقولون كان يعني موزون ومقفى بصوره صحيحه 100%. أه ففجاه فكوني شاعر اعطاني ايمج يعني ميزني عن الشباب اللي, اللي انا كنت من جيلي ومن سني ان فلان أنا لي شاعر فكان في الاعراس وفي المناسبات يخلوني اقول شعر في المدرسه و وكان هذا احد الاسباب اللي خلتني احب اني اتواصل مع اقدم و كان ماني شاعر فيقولون في شاعر يبقى اكيد عارف يتكلم حطوه في الطابور الصباحي يقدم فصرت طول الاسبوع إيه؟ ثابت اللي يقدم ماسك الميكروفون وقاعد اي ميكروفون تاخذونه طبعا يقرا قران وحديث هذا غير يتغيرون اللي يقدم يعني هذا انا فكوني شاعر حسيت انه يعني صنع هويتي كانسان تعرف الشعر بالذات في وقت في سن المراهقه لانه كان بدري يعني في سن المراهقه بعدين من كبرت نضجت الاحداث اللي مرت علينا في الفتره هذيك يوم احنا كنا صغار بشكل عام في, في الامارات وفي غير خلتنا وايد يعني خلتني اعبر بطريقتي كشاعر تعبيري كشاعر بفعل احسه صنعني يعني حماني من 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 امور وايده غلط في 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 ان انت ممكن ورسم شخصيتك ايضا رسم شخصيتي كانسان نعم. كهويتك كهويتي كانسان احس انه ابعدني عن فكره اني انا اكون يعني قاسي قلب وابعدني عن فكره اني اكون جذاب ومرهف الاحساس فاحس انه كوني كوني كشاعر ومصغر وكل تعبيري عن طريق الشعر وتعرف الشعر لازم تكون صادق فيه طبعا اوكي فحتى الاشياء اللي تختلقها او مثلا تالفها انت كشاعر لازم تكون انت حاس فيها صحيح يعني لما تمدح شخص يعني وانت تحب لانك تحبه وايد فتمدحها ابوك تمدحها بما ليس فيه صحيح لكن, لكن لما تمدحها تكون شيء حاسنه انت صح فخلي حتى احساسك المبالغ فيه احساس صادق نعم احنا احساسنا صادق انا وشيخ لا ما اعتقد بس لا <applause> سوري <applause> بس لازم نتعلم الشعر لانه هو الشعر لا يعلم طبعا سوري بس 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 لك سؤال انا كم جيتك تسوي شيء قدامه قلت لي والله أتعلم هذا قبل قبل بتعلم راب واحنا بتعلم سو الشعر سوري <applause> بس لك سؤال انت بس بالضبط احب اتعلم المشكله ما تتعلم المشكله ان الانسان الانسان موجود في هذا الحاله يتعلم كل شيء جديد خلينا من التعليم احنا نبي لا من منه وايد تفضل نبي نسمع الحين الشعر احساسك الصادق هذا نبي نسمع الحين تقصد اوكي باللي تبيه. أه سمعتكم قصيده أه إيه؟ عشان ما ناخذ وقت تكون شوي قصيره. شو اسمها؟ قصيده إيه؟ عشان ما ناخذ وقت البراند بعد ما قلت اسمها. بعدني صالح ما قلت اسمها. اه بس هذا مستعجل عشان التايم. اوكي بالطفل. حاضر. إيه؟ اسمها وجوه الناس. وجوه الناس. اوكي. يقول اطالع في وجوه الناس, الناس. وادور عنك, عنك الغالي. أطالع في وجوه الناس وأدور عنك يا الغالي وأنا كلي أمل وإحساس بشوفك فجأة في قبالي وحولي وحولي يا كثر جلاس يكلموني ولا في بالي وفكري تايه والراس الراس يحس بالأول وتالي أفكر أفكر في اللي بي ما حاس عايش دنيته وسالي تركني وداس قلبي داس نساني ودمر مالي خسارة خسارة يا شبيه الماس تخيب ظني وفالي وتسقيني الحزن في كاس وتجرحني ولا تبالي بعد ما كنت لي حساس صرت تحب أهمالي تحطمت وهدمني الياس وحزني قطع وصالي دمع طرفي دمع طرفي وشكيت الباس وهلت دمعت الحالي وتذكرت اني بين الناس حبيبي ما هو في قبالي تذكرت اني بين الناس حبيبي ما فوق بالي اطالع اطالع في وجوه الناس وادور عنك يا الغالي وانا كلي امل واحساس بشوفك فجاه فوق بالي صح لسانك وطلع حساس اي والله واغلى من الالماس ويحب كل الناس أعطي <applause> سؤال بسرعه <applause> <applause> أه سعيد خليك معي تفضل شنو اعطاك الاعلام وشنو انت اعطيت حق الاعلام؟ شوفي <applause> الاعلام أه. بحر والاعلام شيء كبير ايه مثل ما نحن نتعلم يعني وفوق كل ذي علم عليم ونحن لو شو ما بنسوي اوكي بالنسبه نحن كدول عربية ودول خليجية لسه يعني احنا ككيان دول بعدنا بالنسبه للدول الغربيه خلينا نقول في في شتى المجالات يعني هم سابقين بسنين ما في الاعلام صحيح نحن في الفتره الوجيزه هذه قفزنا قفازاتهم لما بدوا ما قدروا يوصلنا بهذه السرعه ولكن هذه نحن يحسب لنا الشيء هذا احس ان الاعلام اخذت منه حب الناس اخذت منه أه الشخصيه اللي ممكن دائما حاسس عمري انا في, في طول الوقت اني انا شخص لازم اكون امثل هويتي امثل بلادي امثل نفسي امثل اهلي بصوره وايد صحيحه وبصوره وايد مناسبه علمني الاعلام ان الاعلام من رساله لازم سواء في في شتى انواع البرامج اللي تقدمها صحيح. مسابقات برامج فنيه برامج سياسيه اقتصاديه لازم انت وسط هذا كله لو تحط كلمه واحده او معلومه واحده تفيد فيها الناس يبقى انت بس تسوي شيء صح اللي اخذته الاعلام مثل ما قلت تحب الناس اخذت ان تشريف اني انا دائما قاعد امثل بلادي هذا شيء شرف الناس تعيش وتموت وما, تحصل هذا الشرف يكفي لما يجيني طفل يقول لي والله أبى اتصور معاك او يقول لي طفل لما مستانس بيسلم علي يكفي اني أنا ما القى الناس الغرب عني من دول ثانيه كيف يحبوني هذا شيء نعمه ما راح احصلها ابدا الإعلام اللي اعطاني يعني. <applause> انا شو اعطيت الاعلام اعطيته وقتي اعطيته حياتي انا الحياة الاجتماعيه تقريبا شبه معدومه انا هلي في العين انا ساكن في ابو ظبي سفري وايد بسبب الشغل فلذلك انا مو قاعد اعيش معاهم الفتره هذه الوالد عندي مريض الوالده عندي مريضه الله يشافيهم الله يشافيه يا, يا رب الله. عندي اخواني يعني انا في في عندي اختي اصغر خواتي انا انصدم يوم يقول لي عمرها ورد انصدم السنه اللي بعدها لأن يعني لاني اني اشوف عمرها 8 سنوات سبع سنوات مش قادر اشوفها كبرت ما اشوفها كبرت صارت وحين يعني في فهذا في... دليل على ان الاعلام ياخذ ساعات الانسان من حياته لما تخلص و... له لما تشوف لما صح. شوف صح. انت شيء معين لما تركز فيه وتخلص له بالذات الاعلام ياخذك في العيد نحن وين؟ نحن مداومين صح نبي نفرح الناس في رمضان نحن وين؟ انا رمضان كان عندي السنه هاي كان عندي برامج في رمضان بعد الفطور بخمس دقائق 30 يوم متواصله انا ما شفت فيها ما فطرت معاهم غير ذلك في العيد ثلاثة ايام انا قاعد من الصبح للمساء انا في العيد هذا اقول لكم اياها صدق انا في العيد كان الصبح عندي في اللي هي من العايدين برامجي كان الصبح الصباحي عندي برامج الساعه كم ست خلصت الساعه 4 ما كان عندي وقت اروح البيت نمت في الاستوديو المصورين دشوا كان دنيا برد المصورين دشوا عليهم مساكين غطوني بجاكيتاتهم صحيح تخيل هذا الشيء يعني اذا ممكن تحب شغلك وتخلص له يبقى انت بتترك كل شيء عشانه صحيح انك انت كسبت محبه الناس لكنك خسرت اشياء العزف صحيح. في ذلك ان اهلك فخورين فيك وانت فخور بنفسك وفرحان بنفسك صحيح صح سعيد راح نتكلم اكثر معك وراح نسالك وايد اسئله وراح نعرف سر سعيد ليش دائما يلبس الدشداشه بس بعد الفاصل خلكم معنا رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل ومع سعيد حياك الله سعيد مره ثانيه معنا حي الله وسهلا سعيد يلا كلمنا الحين شنو السر سرك ان انت دائما تلبس زباشه او شو اسمي انا سعيد سعيد شو؟ بس سعيد سعيد شو؟ سعيد بس سعيد, سعيد شو؟ <سعيد> المعمري المعمري <سعيد> صار انا ساعه اقول المعمري اي فرق طبعا بالسكوني المعمري هي مش المعمري والنعم فيك وبكل ال المعمري اي اوكي نحب زيادة راضي عنه؟ اكيد راضي <applause> الله يرضى عليك يا رب دنيا واخره بعد قلبي كلمنا لا تنحاش شنو سر الدجداشه؟ شوفي هي صار موقف معاي في ستار صغار سرت لبنان وكان اول البرنامج اقدمه بتوجه عربي والمعروف البرنامج هذا بيكون فيه نجوم في الوطن العربي كلاس 1 اي اللي هو الدرجه الاولى مثل حسين الجسمي ناسي عجرم اصاله راقب علامه اللي صار معانا ان في المؤتمر الصحفي اللي قبل ياسين تكلم عليه ف يعني الكلام طلع انه يسالوني الشباب انه نبن ناخذ قياساتك وشيء في, الـ في الـ طبعا الشركه المنتجه صحيح على اساس نروح ناخذ لك جنزات وشيء انا قلت لهم لا جنزات ولا شيء يعني ثيابي عندي راح البسن. فيقترحون علي باب الحل وسط ان البس طيب مع الفنان العربي تشي والبس مع الفنان الخليجي قلت لهم لا تبي تعتمد الدجاج اه. قالوا لي شو السبب فلما طلعنا في المؤتمر الصحفي ما ادري من الكلام هذا سالوني اياه فقلت لهم قلت لهم انا بصراحه شوف انا بصراحه انسان يعني عندي رساله بوصلها م. ان لهجتي الاماراتيه والخليجيه ولبس الخليجي ما راح يكون عائق امامي اني انتشر الوطن العربي طبعا نجحت هذا يحسب لي ولقناتي صحيح. فشلت فهذه مغامره انا دخلتها وانا اللي خسرتها تلفزيون طيب بطايق ما دخل فيها صحيح اتفاجات اني انا ف بعد يمكن مرت اربع خمس حلقات جاتني طفله و انا كنت جاي من الفندق رايح للاستوديو كنت لابس جينز م. فلما يا في تقول له هذا سعيد فطلعني بنت مشان تعترف فيني تقولي لا سعيد ابو دشداشه <applause> رحت ذيك اللحظه عرفت أه. اني انا سويت شيء صح نعم لما رحت لبست ويتهم فلقيت الطفله جات حضنتني وكل شيء فحسيت اني انا صنعت يعني قدرت ان هذه اللي اقول لك يا الرساله ممكن تسويها يمكن تخسر تكسب شيء بسيط صحيح. أني انا قلت حق الناس اني انا والله في شباب كذا ما يعني اللبس حريه شخصيه صحيح اوكي أه ونحن كلنا نعتز بلبسنا نعم. وبهويتنا فبعض الاحيان ممكن توصل هذا المسج هذا بطريقتك انت الخاصه انا سويته وكنت وايد فرحان فيه وايد احبه نعم. اني انا اطلع الهواء او اطلع على قدام الجمهور لابس لبس الاماراتي حتى انت بيوميتني قلت لي صار قلت لي مم. انا وقت ما الغتر وعقال بس الحمدانيه مم. هذا اللي يميز سعيد باكثر اكثر الشغلات صح. انه بلبسه بلبسه بهويته وبالنهايه الملابس هذه عباره عن غشاء خارجي الاهم هو المضمون بالله. وكل الفنانين والنجوم من مختلف دول العالم في الهند وروسيا واي دوله كل واحد يبس ساعات يلبس الملابس اللي تنتمي او تبين تراثه وعاداته وتقاليده فنفتخر فيك فإن انت طلعت آه اللبس الاماراتي او الزي آه الاماراتي بخصوص اللبس آه في شيء ابغى اقوله ايه بس انا صار مع موقف يا جماعه وبلاد بطلع من قلبي وخلاص شنو؟ هذه آه حاله يا استاذ صالح شنو؟ انا ضيفك ولا مو ضيفك؟ اكيد طبعا ضيف اكيد ضيفه ضيفه يا جماعه آه. يا جماعه ضيف اقول الرجال يقول ضيفي صح ولا طبعا شفتوا ضيف يشيل لك ياس فيه <applause> صالح؟ <المضيف. تصفيق> حبيبي فضحنا الحين على والله ضحك والله شو مسوي فيه عشان ريلي انا عشان ريلي اوكي اوكي بنمشي معه الرجال ايه؟ طبعا رايح معه انا الرجال رايح يجيب طبعا لبس وكذي وهذا وماسك العكاز وسعيد والله <applause> م... يعني والله والله مستحي منك ثلاثه عليك يا اخوي المهم مني منك شليت الاكياس اخوينا وربيعنا المصيبه مش هني المصيبه انه تقول لي انا ريلي وريلي طيب عقب شو صار؟ شلو. اليوم نازل بخير ما فيك شيء نازل لا, لا عكاز ولا شيء الله يخليك لا عكاز ولا شيء يعني هي العكاز عزبت ثياب شفت العيار لا اللي. لا حرام ترى صرت اسبوعين قاعد يعاني من ريله صح بعد هذا الواحد بعد هذا الواحد ما يصير يقول كذي انا مو يوم جايب ملابسك بالمصبغه وش اسمه أنتم قاعد تسايرون بعض على الهواء ترى احنا انا عندي سؤال عندي عندي سؤال كلمني عن البيئه اللي عاش فيها سعيد المعمري يعني الاهل داعمين لك كمذيع وكاعلامي ولا لا هم ضد الاعلام بصراحه ancestor. شوف بقول لك شغل الموضوع ها <applause> اوكي اي نو حسيت بالموضوع لك انا ها عند الموضوع عليك وايد اكبر طيب آه شوف آه بصراحه آه انا بشكل عام كنت وايد متعلق بالتلفزيون وبرامج التلفزيون <ت conference> والتقديم والتمثيل بشكل عام آه انا كان حلمي من صغير اكون مذيع نعم <applause> فما كنت احس ان في معارضه في البيت من هذا الموضوع طيب مع مرور الوقت شوي لما بدينا ندخل في الجد وعلى فكره م. انا طالع على الهواء كنت اقول حق ربعي م. واهلي كل الناس يعرفهم انا مستضيفيني ضيف في برنامج صباح الامارات برنامج ايه. جديد مسويينه وانا ضيف في اول حلقه ايه فكل الخلق فاتحين عشان يشوفون سعيد ضيف صحيح. كشاعر جاي ايه انصدموا الكل منهم امي وابوي والعائله اني يعني انا طالع على الهواء قدم فبالنسبه لي امي انا امي ما دام شيء انا مستانس فيه فرحان ما عندي مشكله امي عندها مشكله في شيء واحد بس صحيح لا تغني امم ليه لا تغني نعم هذه موضوع 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 التمثيل بس انا ضبطت موضوع التمثيل لا كان لا تغني ولا تمثل هي الحين لا تغني الحين بس, بس لا لا تغني لا تغني فالوالد طبعا اول ايام كان فتحت مع الموضوع انا ما ارضى وهذا مو بزين وهذا غلط صحيح لو درت قال لي عيب ابى اقنع شو طيب شو العيب مو بعرف طبعا هو بعد البرنامج اللي نجحت فيه كان فطورنا في عندكم ايه طبعا عادي يقع في المجالس هذا ولدي خلاص ولدي هذا على فكره والله انا كنت اعرف ما شاء الله علينا بيستوي شيء خلي ابوي عندي يا شكر يقول لك عيب ايه طبعا تحياتنا اكيد لي الوالد ولكل الاهل مع صح. الاسف يعني لما الحين ان في تفكير سائد في ان الاعلام ما يصير أه. وما يصير الشاب او البنت انهم يدخلون إلى مجال الاعلام بالعكس الاعلام رساله وبالنهاية كل شخص قاعد يعبر عن نفسه بأي طريقة وبأي وظيفة نعم صالح سعيد أبي طلب منك صدق. أبي قصيدة ثانية قصيدة ثانية؟ شلكم شلة شلة؟ هي. يلا شلة. اوكي بسمعكم شلة يلا على الشلة طبعا الشلات تعرفوا شلة اول شيء شنو معنى شلة؟ اوكي راح اقول لكم اللي يكون مثل هي نفس الموال معينة خلينا نقول إيه. هي ب... شوفي نحن طلع هذا هذا الفن الشلات طلع عندنا من سنين طويلة ايام القوافل آه الشلات عندنا تقال لبحور معينه القصيره وغلط انك تعمل فيها قصيده مثلا تكون البحرها كبير او أن تكون قصيده طويله اصلا صحيح لان عباره عن تسليه شباب طالعين وين يا يكون بالليل قاعدين يسمرون على النار او يكونوا في قافله فهذا يقول شله اللي بعده يقول شله اللي وب... وهكذا وتروح معظم الاحيان يكون الشله اللحن نفسه لحن بيزك موجود اصلا لحن هذا البحر لكن مع تطور الوقت والشباب كذي غيروا في الالحان شوي صحيح مثلاً نطلع انا في شله مشهوره شوي عندي بس سامحوني طبعا كل انا احب اقول الشيء هذا انك ما قاعد قلت حق انا سمع غني قال لي صوتي شوي تعبان اليوم وهو مش تعبان انا صح. انا مش تعبان صوتي بس راح اقول صوتي شوي تعبان. صوتك تعبان لا خذ راحتك حبيبي أوكي. عادي والله حلو واحد يحس نفسه كذي يلا تقول يا التميمي في مغرم ثيب الذي عايش في الاحزان عنيت تصب دموع بدم بسباب شخص باعني وخان الله بلاني بشخص مجرم ظالم وحكمه دوم طغيان دمر حياتي هو يا بلي هم مبكيه طول الليل والهان والهم بعده زمني زم هاقضي ليالي شوق سهران حزني يخاوي ليل معتم ليل اراجع فيه ما كان وشو السبب هل كيف تظلم ما حيدني زليت يا فلان جسر الموده كيف تهدم وتبيع شخص حبك وصان من يوم قلت اسمع وافهم قربك وبعدك صار من يوم قلت اسمع وافهم عادي عرص؟ عرص. عرص. ها؟ بقى 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 خلاص. عادي خلاص؟ اه هي والله طويله شوي باقي فيها بس خلاص, خلاص عادي خلاص يعطيك العافيه صح السالفة صح, 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 بداني صح, صح, بداني. صح سيد السيد هل تدين للشعر في م. رسم شخصيتك كانسان؟ أه بالفعل انا قلت ان كوني كشاعر رسم هويتي كانسان من حيث انه قلت منه بعدني علمني اول شيء كشخصيه ميزني عن الشباب اللي من جيلي بذات الشيء لان كنت اكتب وانا صغير. الشيء الثاني صار وين ما اروح احس اني مفضل عند الناس فحسيت انه اني انا كبرت بسرعه. حسيت انه كذلك كوني كشاعر وكوني قاعد اعبر بشعري هذا الشيء خلاني اكون صادق في كل الاشياء اللي اسويها. صحيح مكمل معنا اليوم ان شاء الله خلال رايكم ان شاء الله بتكمل ما مكمل راح تكمل ما بكمل و... راح اشوف بعد الحلقه بيكمل ولا <applause> ما مكمل متواصل معاكم التوب فايف <applause> المقدم من الشركه الكويتيه الوطنيه كاب للتواصل مع سعيد ايضا اي تعليقات على فيسبوك دوت كوم رايكم والتويتر رايكم اس راح نعرف حلمه في انه يكون لاعب كره قدم ايوه وايضا كان مصور تلفزيوني حسب معلوماتي أه. قبل لا يصير اعلامي من بعد الفاصل اوكي <applause> <applause> مشاهدي الكرام رجعنا لكم الحين وراح نكمل برنامجنا، رايكم شباب على قناة الراي احلى اختيار. هلا. أه سؤال الحين لكم طبعا أه <applause> انتم شو؟ على بالي بتقول لنا انه نسأل يعني. لا شو تسألون؟ <applause> اوكي في اشياء <applause> كثيرة نعرفها يعني منها سوال سالفة النمر. اه <applause> شيتا <applause> اوكي. <تصفيق> شو موضوع النمر؟ أنا خاف من النمرِ شيء طبيعي حيوان مفترس بس يعني. كان من النمور وكان النمر. خايف شوية لا عادي كان خوف بسيط يعني. نمر. بقى... إي نمر. نمر. إي بعد شو في سوي. بخاف من شو اسوي بعد؟ شو اسوي بعد يعني؟ آه. لسه أخاف بالحيوانات المفترسة. أم بي مو <applause> لا صدق لا أم بي مو <applause> <صج اللي> عندك أم بي مو لا صدق لا لحظة 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 شنو, شنو؟, لا شنو لا سؤال سئلي <applause> لا سأليه سؤال ولا في سؤال خلي سؤال مقارنة. لا لا في بنت تفد عند اهلها قاعده خالته على عمتها وعلى امها وعلى خواتها قولوا لي حلوه مش مقتنعه بنفسك حلوه <applause> لا لا هي حلوه وانت حلو أيوة عارف وعلى, وعلى فكره بقول شيء <applause> انزين بعرف انت بادي ك... انت حوت ليش شيء <applause> إيه. على فكره الرجال ماسكين من اول ما عرفني كان يقول لي انت شو برا طلعت حوت بس بس خلاص انت مو الحين قلت اشياء احنا بنقول لك شيء قولي نسالك سؤال قولي. انت صدق انك كنت تحلم انك تصير لاعب كرة, كرة قدم. قدم شاعر واعلام ومذيع ولاعب كرة قدم كان ومصور ويعني كل هذا شنو يعني وتقول حق صالح قبل شوي ان انت كل شيء تبي تصير بقول شيء بقول لك شو بخبرك حالي انا اول شيء كنت احب العب كرة قدم وكنت لعيب إيه؟ لعيب لعيب كنت يعني إيه؟ يعني لعيب إيه؟ يعني وقفوني إيه؟ برا اوكي اوكي المهم برنامجي هذا شوف عشان احكي اخبركم كيف انا معروف عن اللعيب عندي برنامجي هذا في فانوس احكه ويطلع لي فيه مارد واسئله وكذي إيه؟ تذكرون كاس لخي... كاس الخليج الاخيره لما كنا مع العراق ركز معي انت اقول إيه؟ لك كاس الخليج الاخيره إيه؟ اوكي انا قاعد تعرف دخلنا جول عموري دخل جول إيه؟ ياكل العراق دخلوا جول في التعادل إيه؟ لقيت مهدي علي اللي هو مدرب الامارات يطالع صوب جهه الجمهور, الجمهور اللي هم الفئات الاعلاميين يقول لي ما آه يطالع يسكر ايه يقول لي اقول له شو يقول لي يباني اشغل الفانوس نمشي المباراه <applause> المصيبه <تصفيق> شو كانت؟ ان الفانوس ناسينا في الامارات اوكي فما مشي فشو الترتيب؟ إيه؟ يا حبيبة عقيت الغتره وعقيت هاي سمعت بلد ايه وانزل الملعب عقيت يعني إيه شلت وخرت شلت ايه اقول لك وانزل الملعب حتى ما كن ما كان عندي جوتي نزلت حافي ايه وانزل واعدي من اول لاعب الش... عراقي الاولي والثاني إيه؟ والثالث وأقول وط... اقول لك واروح وادخل جول ايه دخلت جول هالجول جول الفوز الحمادي مدخلنا لا مو الحمادي اللي, صار ان هناك عايز يحتفلون فيني الحكم ما يشوف منو هذا اللي مدخل جول ايه هذا كله بالاحلام طبعا شوف في الحقيقه سا... انت اخبرك ايه. الحين يوم شافوا من مين دخل جول انا خفت يقول هذا مبلاع شو سويت قلت حق الحمادي فاخذت مستحتفال وخشيت انا وصل الجمهور وطلعت هذا الحقيقه اللي بعترف فيها ان انا مدخل جولف فوز بس يا غير انه احنا ندري بس داخل. لان احنا نخاف عليك من العين وكذي آه. فمو حابين آه. ان احنا دائما نكشف عن المواهب الفذه اللي عند سعيد سعيد اكيد تحب قوية السينما قويه صح جدا اوكي <applause> تحب السينما صح انا وايد احب السينما خلينا نشوف الشركه الكويتيه الوطنيه السينسكوب واهم الاسباب نوديك السينما قبل ترد <applause> للامارات فاختار الحين فيلم من التوب 5 المقدم من الشركه الكويتيه الوطنيه ما زال فيلم ماما موجود في السباق ويحتل المرتبة الخامسة لهذا الأسبوع وهو من أكثر الأفلام نجاحا وإثارة مئة دقيقة راح يعيشونها الشباب الأكبر من 18 سنة مع قصة رعب تبدأ مع أبطال القصة الذين يواجهان التحدي المتمثل في تربية أولاد أحد أقربائهم الذين بقوا في الغابة لوحدهم لمدة خمس سنوات ولكن هل كانا لوحدهم؟ الفيلم من بطولة جيسيكا تشستين ونيكولا كوستر والدو <تصفيق> <تصفيق> بلاي باك فيلم جديد يدخل إلى السباق ويحصد المرتبة الرابعة لهذا الأسبوع تبدأ الحكاية مع شرطي يحقق في قضية مراهقة مفقودة فيكتشف سرًا عظيمًا تفشى في بلدته، والروح الشريرة لن تتوقف عند أي شيء في سبيل العثور على الوارث لها. البطولة لي كريستن سليتر وأمباير تشيلدرز oversteer a little bit snitch يتراجع هذا الاسبوع ويتوقف في التوب 3 هو فيلم إثارة يتكلم عن أب يذهب بمهمة مهمة سرية إلى ديا من أجل تحرير ابنه الذي سجن بعد أن دبروا له مكيدة في صفقة مخدرات. الفيلم من بطولة دواين جونسون وسوزان سارنر. <applause> أيضا يتراجع فيلم باركر ويحتل التوب تو فتدور الحكاية حول لص لديه أخلاقيات مهنية فريدة يخونه زملائه اللصوص ويتركونه للموت فيتحالف مع امرأة من الداخل للاستيلاء على نصيب زملائه من آخر السرقة الفيلم من بطولة جيسون ستاثمان وجينيفر لوبيز <applause> you sleep at night i don't drink coffee after seven the great and powerful هو الفيلم الجديد اللي احتل التوب 1 وبكل جداره، ساعتين وعشر دقائق راح تعيشونها مع احداث فيلم المغامرات، القصه تبدأ مع ساحر يصل الى قريه مسحوره، فيقرر ما اذا كان سوف يكون رجلا صالحا او شخصا ذو اهميه كبيره، الفيلم من بطوله جيمس فرانكو وميشيل ويليامز. The great man we've been waiting for. شكر للشركة الكويتية الوطنية سينسكب على التوب فايف طبعا صالح انا شفت فيلم ماما انصحك تشوفه وايد حلو انا ودي اشوفه بس للحين ما شفته وايد حلو غير عن الافلام الرعب الباجي قصة جديدة يعني حلو وايد في ناس ما اعجبهم بس انا شخصيا وايد اعجبني صراحة ام بيه مو صدق صد. <applause> لا مو مو صدق صد. <applause> صدق 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 احنا عشان ما يداهمنا الوقت سعيد أه نبي تقصد لنا قصيدة <applause> من اختيارك شو تبي تسمعنا؟ شو تبي تسمعنا ترمس لنا؟ ما دخلت الكلام <applause> كله في بعضه وما له دخل يلا <applause> بالغصب قاعد تكلم <applause> طيب يا معود خلنا يلا اقول لك في قصيده طبعا معروفه كانت تقول انا شاعر بنا نفسه بنفسه ولانكسر حيله بعزه نفس ورجوله صرت اشد خطواتي جعلت من الشعر مفتاح لكل قلب أشاكيله حلمت أوصل إحساسي لأقصى الأرض ببياتي حلمت أكون بأفعالي مثل فارس على خيلة يكون العز عنواني وأكتب به رسالاتي رغم أن الزمن قاسي ولا لي عز من حيلة عشقت الشعر واليولة وعشق السمحة في ذاتي وأغلى شيء في الدنيا راسمي وتقبيله رضاها عندي بالدنيا ودعوة منها تاتي ان شاء الله الله يخليها لك يا رب وصح لسانك على هذه الكلمات الحلوه صح, صح لسانك سعيد واشكرك كل الشكر على القعده الحلوه وطبعا قلت اشياء ما تنقال راح ابحث عنك وراح اقولها حتى وانت هناك الله يوفق عليك واقول لك تابع شنو راح اقول دور يلا الله كريم ان شاء <applause> الله, إن شاء الله. <applause> احنا وصلنا معاك للختام بس انا في النهايه بقول كلمه واحده بس تفضل أه في خاطري انا وايد احب الكويت وابغى اقول كلمه كلمه صدق صدق من قلبي ابغى اقولها لكم امبي مو <applause> حبيبي انت اللي امبي مو اليوم وجودك معنا اليوم من خلال الراي وبرنامج <applause> الله يسلمك طيب استمتعنا طيب جدا الثقل لا بالعكس عارف اني غلس لا <applause> انت خفيف على القلب الله يخليك واحنا جدا سعداء ان انت موجود معنا اليوم <applause> واستمتعنا وكانت حلقه وايد حلوه وان شاء تكون خفيفه على كل قلوب المشاهدين هذه كانت حلقتنا اليوم تواصلنا معاكم من الساعه 6 للساعه 7 اذكركم باتشر بحلقه خاصه ومهمه وهو اثر الدرجات الناريه والسياكل على الشباب وراح يكون في معنا مثال واهل المتوفي الله يرحمه طلال الصفار تابعونا باتشر للعبره والعظه من الساعه 6 للساعه 7 تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل كله وتحيات سعيد وشيخه والكل اقول لكم باي باي مع السلامه <applause> <applause> مع السلامه <applause>